برحب بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم فيها عن مين هم ملوك الحظ او الابراج الاكثر حظا في شهر اب اغسطس 2023. بعد كده هنعمل فيديو عن الابراج الاكثر حظا في العاطفة، بس الابراج اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي جنرالي في كل مجالات الحياة. واستنوا فيديو تاني هنتكلم عن مين هم ملوك الحظ والابراج اللي لازم يستغلوا شهر اغسطس لمصلحتهم بس في العاطفة والحب والمشاعر. قبل ما ابتدي في الفيديو قولولي بتتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من برا مصر بيستعملوا لاف للفيديو. قولولي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه بالتفاصيل لشهر اغسطس. قولولي how is your energy يا جماعة. وبكرة زي ما اتفقنا ان في طاقة رقمية كونية اللي هي طاقة 3 سبعات، عايزة كل الناس تشتغل عليها علشان تقدروا توصلوا لكل حاجة نفسكم فيها وتسعوا الى اي بدايات جديدة. طيب خلونا نبتدي اول حاجة بالابراج ملوك الحظ. بسبب دخول الشمس لبرج امبارح، الشمس دخلت خلاص لبرج، دخلت لبرج الاسد من يوم 23 يوليو لحد يوم 22 اغسطس، فالشمس طبعا بتدعم ابراج هنتكلم عنها. طيب خلونا نتكلم عن الحالة الفلكية ومين هم الابراج اللي لازم تستغل الشهر الى اقصى درجة. خلونا نبتدي اول واحد وهو الملك والملكة، هم برج الاسد. برج الاسد عندكم شهر رائع، شهر قوي، وهو شهر عيد ميلادكم. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا بخير، كل سنة وانتوا سعداء وبتحققوا كل حاجة نفسكم فيها. اسعوا على اي شيء انتوا عايزينه، لان الفترة دي عندكم طاقة حلوة، عندكم نجاحات، عندكم تحقيق امور كتير نفسكم فيها. انتوا من الابراج المدعومة، عندكم بدايات جديدة، في طاقة بدايات جديدة بتقدر توصل اللي انت عايزه، طاقة انتصارات، طاقة كان في عندك تأجيلات. خدوا بالكم برج الاسد شهر يوليو كان شهر كبيس جدا جدا، كان شهر نفسيا مش قوي خالص على مواليد برج الاسد، وكان شهر متعب، كان شهر مش مدعوم. فانتوا افضل بكتير جدا، افضل بكتير جدا يا برج، افضل بكتير جدا يا برج الاسد في شهر اغسطس، وخاصة اول 22 يوم. كمان شايفة عندكم يعني كأن في حد بيرجع لكم، عندكم كارما، كأن في شخص بيرجع لك معتذرا بعد ما سايفة. عندكم نجاحات في الشغل، اسمك بيلمع، شهرة، انتشار، الناس اللي لهم علاقة بالشهرة عندكم شهرة، ناس بتضيع شهرة عندكم شهرة، عندكم انتشار، عندكم اسمك بيلمع، ناس بتسقف لك، في عندك اطراءات حلوة، شكلك حلو، كاريزما، عندكم حضور. فما شاء الله ما شاء الله، تاتش وود، انتوا الأقوى والأكثر حظا على جميع الأصعدة. طيب قولوا لي يا جماعة بتتابعوني من مدينة ايه ومن بلد ايه، ويا جماعة الحجز استشارة خاصة او قراءة خاصة بليز تبعتوا على الايميل وتكتبوا نوع الاستشارة اللي انتم محتاجينها او على الانستجرام. طيب ندخل بعد كده على تاني برج من الابراج الاكثر حظا والاكثر طاقة. شايفة طبعا مواليد برج الحمل اللي كانوا بيعانوا صحيا جدا جدا في شهر يوليو. يعني انا متاكده احد من الحمل بيتفرج عليا في شهر يوليو، كان شهر مضغوط، كان شهر مكبوس، كان شهر صحيا عندكم مشكله صحيه او مشكله ماديه او مشكله ماليه او مشكله مع البارتنر بتاعكم. فبالنسبه لكم اول 22 يوم عندكم تصالحات، عندكم بتبداوا كده تقوي علاقاتكم بتقوي علاقاتكم بالاشخاص، عندكم بدايه مشروع جديد، بدايه عمل جديد، انتقاله عمل او سفر كتير. على فكره الاسد كمان عندكم سفر، عندكم سفر، بتروحوا مكان جديد، بتعرفوا على ناس جديده، اجتماعياتكم حلوه قوي، بتروحوا تحضروا حفله، بتعرف في اجتماعياتك حلوه. كمان عندك فرص لانتقال للعمل او بدايه عمل جديد او بدايه فرصه عمل جديده بتخليك اكثر نجاحا واكثر سعاده واكثر قوه. فانا شايفه ان الحمل عندكم فرص حلوه قوي قوي، خاصه اول 22 يوم. الحاجه بس اللي قلنا لازم تخلي بالكم منها اللي هو تراجع كوكب فينوس في برج الاسد من يوم 23، ده اللي شويه ممكن يعني يخلي برج الحمل اكثر عصبيه ويخليه مندفع شويه، متهور شويه، خاصه مع البارتنرز بتوعه. فبرج الحمل من الابراج اللي ممكن نحذرهم من حدوث انفصالات عاطفيه او طلاق. يعني الحمل يخلي بالهم شويه. وانا عملت فيديو يا جماعه عن تراجع كوكب فينوس تاثيره على كل برج من الابراج. يبقى برج الحمل بس تخلي بالك من العصبية الزيادة او الاندفاع الزيادة، التهور الزيادة، الفايتس كتيرة مع البارتنر بتاعك او مع الشريك بتاعك. بس انا شايف عندكم فرص حلوة قوي، انتهزوا كل الفرص. طيب تالت برج من الابراج الاكثر حظا، مفاجأة بقى، يعني تخيلوا ان هو مفاجأة، والله العظيم مفاجأة، هو برج العذراء.
برج العذراء انت من الابراج الاكثر حظا في شهر اغسطس، بالرغم ان هو شهر اغسطس يعني شهر بتبقى طاقتك منخفضه فيه او انت مضغوط فيه، عندك شغل كتير وعندك حركه كتير، ودي حاجه انت كسول شويه برج العذراء، حاجه ممكن ترهقك او تضايقك. الا ان الحاجه الحلوه ان عندكم يا برج العذراء عطارد، وهو الكوكب الحاكم في برجك موجود في برجك انت، فبيديك كده بيديك نجاحات في العمل، بيخليك باين، بيخليك بتنجز، بيخليك متشاف. فعلى قد ما بتتعب على قد ما بتلاقي مجهودك واضح، على قد ما تلاقي الناس بتسقف لك بتقول لك برافو، فعندك انتقاله قويه في العمل بتاعك، بتبذل مجهود وبتسعى وبتشتغل وبتتعب وستريسد ومضغوط جدا جدا، بس في الاخر بتلاقي نتيجه. فيعني شمس الاسد بتديك ستريس وضغط وتعب واجهاد وحركه وبتحس ان انت اكزاستد، بس العطارد وكمان المريخ موجود في برجك بيديكوا انرجي، بيديكوا طاقه، بيديك نجاح، بيخليك متشاف، بيخلي بيديك انرجي قويه وطاقه قويه، بيخليك بتلاقي المقابل لتعبك. انت بتتعب وبتجتهد بس بتلاقي مقابل قوي، بتلاقي مقابل كويس، فاشتغلوا على قد ما تقدر يا برج العذراء. شهر اغسطس هو بالنسبه لك شهر السعي وشهر العمل، لان على قد ما هتشتغل على قد ما هتلاقي فيه فلوس حلوه جايه لك، على قد ما هتلاقي فيه عائد مادي جاي لك، عائد ناس بتسقف لك، متشاف، علاقاتك حلوه مع اشخاص عندهم سلطه وعندهم يعني. انا شايفه ان هو شهر عملي قوي جدا، لان عطارد كوكبك وده كوكب الاتصالات وكوكب العمل، فهيدي لك. وكمان هتبقى في حاجه الثانيه الحلوه، ان هو هيبقى عندك كوميونيكيشن جديد، تتعرف على ناس جديده، حاجه كنت تبطلها ترجع لها تاني، عندكم رجوع لشخص من الماضي، كانه مصالحه او علاقه عاطفيه، خاصه اخر 8 ايام يا برج العذراء. انت واحد من اكثر الابراج حظا، لان كمان الشمس هتتنقل لبرجك، فهيبقى يمكن عطارد هيبدا في تراجع في اخر الشهر، بس مش مشكله، الدنيا هتبدا تظبط بعد كده. فالحاجه الحلوه عندكم يا برج العذراء ان الشمس كمان هتتنقل لبرجك من يوم 23، which is good، يعني حاجه حلوه ان انت هتبدا بقى تفوق وتديك انرجي وطاقه، والمشتري بيدعمك، فعندك كواكب كتير بتدعمك. طيب رابع برج من الابراج الاكثر حظا طبعا هو برج القوس. برج القوس عندك سفر، عندك يمكن بدايه الشهر تبقى مش قويه قوي بالنسبه لك، تبقى حزين او متضايق، بس عندك في ناس هتدعمك، في ناس بتيجي تطبطب عليك، في ناس بتيجي عندك سبورت من اشخاص جديده، عندك نجاح في العمل، عندك فرص في العمل حلوه قوي قوي، استغلها يا مولود برج القوس. عندك نجاحات، متشاف، شهره، اضواء كتير حواليك، بتسافر، بتقضي وقت ممتع، بتستمتع، بتشوف ناس جديده، بتتعرف على ناس جديده، بيبقى عندك انطلاقه، عندك ثقه في نفسك، كاريزما، شكلك حلو، بتشتغل على شكلك. فانتوا من الابراج المدعومه جدا ان الشمس بتدعمك يا برج القوس، ان هي شمس الاسد صديقه ليك، فبتديك اكسبوجر، بتديك كمان انا بشايف ان العمل عندك طاقه حلوه قوي، شكلك والانرجي بتاعت شكلك حلو، مهتم بنفسك. قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر اغسطس 2023. انا عايزه بس احقق بجد مواليد برج العذراء رقم واحد اعلى نسبه مشاهده بنسبه 170%، تاني برج العقرب، تالت برج الجدي على فكره، رابع برج الحمل والدلو، دول اعلى نسبه مشاهده، عشان كده الابراج دي هتتكرر بكتير جدا جدا. اقل نسبه مشاهده عندي قوس واسد وجوزاء. ليه كده يا جماعه؟ طيب ندخل بعد كده على الابراج الاكثر طاقه والاكثر حظا وعندهم فرص حلوه قوي. يبقى احنا قلنا 1 الاسد، 2 الحمل، 3 العذراء، 4 القوس، 5 الجوزاء. الجوزاء شهر ولا اروع ولا اجمل ولا احلى، شهر بتتبسط فيه، بتقضي وقت حلو، بتهفن، بتسافر، بتنجوي يور تايم، عندك اكسبوجرز حلوه، عندك رجوع لشخص من الماضي، رجوع لعلاقات، علاقاتك حلوه، عندك كراش جديد ممكن حد يجي يتعرف عليك، عندك شهره، بتحضر ايفنتات كتير، حفلات كتير، خروجات، سهرات، يعني احلى 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 برج هو برج الجوزاء. فرص حلوه، بدايات جديده، فرص في العمل، ناس بتسقف لك، شكلك كاريزما، شكلك حلو، بتخسوا بشكلكم حلو قوي، يعني الحمل على فكره الحمل والجوزاء هتخسوا، شكلكم هيحلو، هيبقى الناس عماله تقول الله شكلك حلو قوي، الله يو لوك بيوتيفل، الله شكلك جميل، فهتبقوا انرجيتك كده، في انرجي، في طاقه، في حركه محبوبه يعني، وخاصه اول 3 اسابيع الشمس الاسد بتدعمك، بتديك انرجي، فعندك بتشتغل على حاجه بتحبها، بتشتغل على مشروع عايز تعمله، فعندك لمه عيله، لمه اصدقاء، اجتماعياتك حلوه، عندك عزومات، بتتعزم بحد، يعزمك انت، بتعزم حد، انت من الابراج المحظوظه جدا جدا يا برج الجوزاء. طيب يبقى خلونا نقول تاني مين هم الابراج الاكثر حظا. رقم 1 برج الاسد، 2 برج الحمل، 3 برج العذراء، 4 برج القوس، 5 الجوزاء. اما رقم 6 بس شويه ups and downs شويه برج الميزان،
هو الميزان. الميزان برضو شهر بالنسبة لك you're good، بتشتغل على نفسك، بتطور من نفسك، بتجيلك فرص ان انت تحسن من نفسك، عندك فلوس حلوة جاية لك يا برج الميزان، فرصة عمل حلوة كان نفسك فيها، فرصة للسفر، في سفر، في حركة، في activities، بتشوف ناس جديدة، بتتعامل مع ناس جديدة، عندك فرصة فلوس بتجيلك من مصدر عمل في الخارج او مصدر فلوس بيجيلك من بره يا برج الميزان بتدعمك. فكمان عندكم تحسن في علاقاتك العاطفية، علاقاتك العاطفية اللي كانت بايظة، بس خلي بالك يا برج الميزان شوية بس من حتة يعني برضو ممكن تراجع كوكب فينوس يأثر عليك شوية، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي مأثر عليك، شان حطيت كده محطتكش في الأول، لأن تراجع كوكب فينوس بس ممكن يخليك علاقاتك متوترة شوية، يخلي عندك برضو اللي هو عصبية، تهور، اندفاع، مودك مش حلو، بس هو ده الكوكب اللي ممكن يكون مأثر عليك بطريقة سلبية. أما أنت من الأبراج اللي بالنسبة لك شهر أغسطس أفضل بكتير جدا جدا من جولاي. آخر برج هو برج الجدي. برج الجدي أنت من الأبراج الأكثر حظا في شهر أغسطس، لأن شهر يوليو كان متعب جدا بالنسبة لك، كان شهر مرهق، كان شهر مش سهل، كان شهر فيه مشاكل وحوارات وتصعيدات ويو ار اوت اوف ذا مود، فبتبدأ تشم نفسك وبتبدأ تفوق، عندك مصالحات، لو عندك حد كنت زعلان منه تتصالح معاه، عندك قصة حب جديدة، عندك بدايات عاطفية جديدة، عندك لمة عيلة، بتتبسط، بتقضي وقت حلو، عندك سفر، حركة، you're enjoying your time، عندك وقت بتقضي فيه، بتقضي وقت حلو، بتعرف على ناس جديدة، فرص في العمل، علاقاتك حلوة جدا مع المسؤولين او مع اصحاب السلطة، في شخص تعرفه بيساعدك، في حد بيسبورت، في حد بيدعمك، في حد فانت افضل بكتير جدا. يعني انا عارفة ان مواليد برج الدلو والحمل والعذراء والجدي تعبوا جدا 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 في شهر يوليو، فانت من الابراج المدعومه، من الابراج اللي حظها حلو، عندهم طاقه حلوه جدا. يبقى دولت جنرالي هم من الابراج المدعومه، من الابراج اللي عندهم فرص حلوه، من الابراج اللي هقول عليهم ملوك الحظ او ملوك الطاقه في شهر اغسطس. استنوا فيديو تاني هنتكلم فيه بالتفصيل عن مين هم ملوك العاطفه وملوك الحب والمشاعر في شهر اغسطس. خلونا نقولهم بالترتيب: 1 الاسد، 2 الحمل، 3 العذراء، 4 القوس، 5 الجوزاء، 6 الميزان، 7 الجدي. انتوا توب 7 يا برج الابراج دي في العمل، وفي الفرص كتيره هتجيلكوا، وفي اجتماعيا كمان عندكم فرص تتعرفوا على ناس، بتقضوا وقت حلو، نفسيا انتوا كويسين. للاسف الابراج اللي انا ما قلتهاش يعني ياخدوا بالهم كويس قوي، سبيشلي برج الدلو. برج الدلو معروف ان انت من الابراج اللي يعني شهر اغسطس دايما بيبقى شهر كبيس بالنسبه لك، بيبقى شهر دقيق، بيبقى شهر تقيل، بيبقى شهر فيه عفوسات كده، تحس ان فيه عكوسات في كل حاجه، الدنيا متشقلبه شويه. فبرج الدلو انت من الابراج اللي لازم تخلي بالها كويس قوي، تحضر كويس جدا جدا في شهر اغسطس، لان هو شهر تريكي، شهر صعب، شهر يور اوت اوف ذا مود، نفسيتك مش حلوه، عصبيه، نرفزه، مودي، فيعني ستريس، مطلوب منك حاجات كتيره في وقت قليل، فخلي بالكم يا مواليد برج الدلو. اشكركم، بحبكم، اشوفكم في فيديو تاني، باي، مع السلامه.